لما ضحكنا اليوم وعرفنا ندرس قواميسكم الشخصية، كان المقصد من هذا كله أن في قاموسك نفهم حركاتك، في قاموسك نفهم إذا أنت كنت قاعد تحاول تعبر عن شيء فيك لا إراديا شلون ممكن يطلع. نحاول نفهم البعض، ترى ممكن يستخدم أي شيء حوالينا عشان يعبر. يعني أبرز مثال، يمكن أنت لما تكون قاعد في مكان معجبك تقوم تكتب ستاتس حق الناس اللي موجودين معك، ولكن يقرون أنه مثلا متملل فيوني يدشون عليك أنت مو بالمكان الفلاني ليش متملل. تحاول كثر ما تقدر أن أنت تنفس عن اللي فيك في مكان ثاني، تحاول أن أنت تعبر عن اللي فيك. تويتر ساعات تقرون تويتات مو مفهومة من الناس، ولكن لما تيون تستوعبون أن هذه عبارة عن نغزات، عبارة عن قطات على موقف قاعد يصير قدامهم أو لشخص ما. تعبر عن نفسك بطرق مختلفة، لأن في حال أنت قاعد تحاول تترجم اللي فيك، قاعد تحاول تترجم أن الموضوع مو عاجبك بأن أنت تودي عيونك فوق، قاعد تحاول أن أنت تترجم بأن الإنسان هذا مو عاجبك بأنك تعطيه ظهرك، قاعد تحاول بكل بساطة أن أنت تبين عدم انتمائك للأشخاص اللي قاعدين في حالة أن أنت ما تناقشهم في أي موضوع. يبين لما الإنسان في يوم يدش عليك ويسلم سلام حار، واليوم الثاني يسلم عليك بكل برود كأنكم أول مرة تلاقون، كأنها رسالة مبطنة بأني مبالعك. يبين الإنسان لما يسولف مع الكل بمجرد ما أنت تكلمه يحاول أنه يتجاهلك أو يسوي روحه ما سمعك، مرة مرتين ثلاث، وتظل هذه رسالة مبطنة بأن الشخص مبالعك. وبعدين يبين على الناس اللي يكونون أول ما تدش أنت من نفسه يفز ويقوم يبي يسلم عليك والابتسامة على وجهه، يبين أن هذا الإنسان قاعد يرحب بحضورك. أجسادنا تتكلم، كلماتنا تتكلم، حتى في بعض الأحيان المصطلحات اللي ما لها داعي هم أن تتكلم. وأكثر شيء يفضح هي عيوننا، لأنها تتكلم مليون مرة ومرة. لما جينا تعرفنا على ناس وقعدنا معاهم، حاولنا أن احنا ندرس أطباعهم، حاولنا أن احنا نتعرف، حاولنا أن احنا نتعمق شي يحب شي يكره، شو ممكن احنا نلتمس معاه مواضيع، شو ممكن احنا نتقرب. لو تلاحظون من أبيخ موضوع ممكن احنا نطق برك، لأن يبين إذا هذا الإنسان كان قاعد يفتح لنا كل البيبان في أن احنا نتقرب منه، أو قاعد يحسسنا بأن أنت إنسان خلاص مجرد علاقة اجتماعية أو إنسان تعرفت عليه وانتهى الموضوع. ولكن هذا كله النقطة اللي أنا بوصل لها، لغاية ما صارت فيك أنت استوعب شيء. للأسف الناس في بعض منهم عليه كمية غباء، وعذروني على هالكلمة، في مخه مو طبيعية. يحسبك أن أنت ما تفهم، يحسبك أن أنت مو قاري الحركة هذه، يحسب أنه لما ينقذ اللي يمه يبدون يتكلمون. شن أنت أبدا الحين، ولا عمرك قعدت بمجلس في ناس وكان في اثنين موبايلينك، ويجيك الثاني بكل برود ويحاول كثر ما يقدر بأن هو يوصل المرحلة كلها لضغاط عام أو مجموعة فكاهة قاعدين موضوعهم الساخن اليوم هو أنت وأخلاقك وتصرفاتك وأسلوبك، وتعال أنت أضحك، وتعال أنت رفع، وتعال أنت ما أدري شنو. من قال لك بأن هذا كله ما يبين أنت شنو قصدك؟ من قال لك أن أنت لما تدش وكون أنا أبي أفتح موضوع وأنت تقوم تفتح موضوع وتحاول كثر ما تقدر تسوي نفسك أحسن مني فيه؟ من قال لك أن هذا ما يبين؟ اعذرني إذا كنت أنا صاحي ومنتبه ولكني أتجاهل. اعذرونا يا جماعة إذا احنا في بعض الأحيان فهمنا نغزاتكم وفهمنا حركاتكم ولكن نتجاهل. اعذرونا إذا فهمنا أن أنتوا مو بالعيننا ولكن نتجاهل. اعذرونا إذا فهمنا بأن في بعض الأحيان أنت قاعد تسوي المستحيل علشان تستفزني وتوصلني لأسوأ صورة قدامك، وأنا قاعد أتجاهلك. أنا مو قاعد أتجاهلك خوفا منك، ولا قاعد أتجاهلك لأني مو فاهم، ولا قاعد أتجاهلك لصغر عقلي وإني أنا إنسان سفيه بهالأمور هذه وأول مرة تمر علي. أنا قاعد أتجاهلك لكبر أخلاقي، أنا قاعد أتجاهلك علشان أحسسك بقيمة نفسك من يد ويديد، قاعد أتجاهلك لأن بإمكانك أنت تقط وأنا أقط، وأنت تسولف وأنا أسولف، وأنت تسوي بجسمك وبويهك وبعيونك وبكلامك وبصوتك وباختيارك للمصطلحات أشياء تثبت لكل من قاعد حوالينا بأن هذه كلها أشياء في قاموسك تدل على أن أنت مبالعني وأنا ساكت وأنا متجاهلك. ولكن أوعى ودير بالك مليون قبل مليونين مرة، وحط في بالك بأن هذا تهديد شديد اللهجة. ترى الساكت يعرف شلون يتكلم ومتى يتكلم، ترى الساكت يبين عليه بعيونه أنه فاهم، ترى لو قرر أنه يغمض عيونه عنك اليوم فهو صاحي لك وصاحي لكم كلكم، فهو يدري عنكم وهو يدري عن نغزاتكم ويدري عن قطاتكم ويدري بحركة شتفك اللي ما تدري شلون صايرة عشان تبين عدم ارتياحك لوجوده. يعرف كل شيء وقرر أنه يسكت لأنه أرقى، لأنه أفضل، لأنه أحسن،
من أن يتجادل معكم.